يا جماعة، في حاجات كده في حياتنا من المسلمات، زي حبكم ليا ده فطرة انتوا طلعتوا عليها، طلعنا لقينا نفسنا يعني في حاجات كده بنطلع دايما نلاقي نفسنا بنحبها جدا. اغلب اللي نعرفهم بيحبوها ومحدش يقدر ينكر ابدا ان الشوكولا من الحاجات دي، بناكلها واحنا بقى بنحتفل، بناكلها واحنا بنعيط، بناكلها واحنا زعلانين، بناكلها واحنا فرحانين. بتكون هدية حلوة جدا 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 للقريبين مننا عشان نقول لهم اننا بنحبهم. احيانا كمان بنقول لهم احنا اسفين او غلطنا في حقكم، او يعني لما بنحب كمان احنا كده نفرفش نفسنا، ندلع نفسنا ونبسط نفسنا، بنشتري شوكولاتة لانها فعلا من اكتر واقدم الاطعمة في العالم اللي دايما بنستمتع كده باكلها. عايزة أقول لك يعني الكليب وهو شغال، ولا الشوكولاتة اللي كانت محطوطة قدامنا الصبح، مجرد منظرها أو بحبها. بتشوفها بتحسي كده في هرمون السعادة كده. أيوة. بيفرز في جسم الإنسان. يعني الشوكولاتة دي متعة يا جماعة، ما يعني ما فيش شك إنها متعة. متعة دي عايزة أقول لحضراتكم بقالها 4000 سنة. تعالوا نرجع للتاريخ شوية. هنود المايا في أمريكا الجنوبية اكتشفوها، وكانوا بيطحنوا حبوب شجرة الكاكاو عشان يعملوا مشروب. المشروب ده اسمه زوكولاتل، هم مسمينه كده. والمشروب ده منبه، على فكرة الشوكولاتة منبهة أو منشط. بعدها بقى أوروبا، يعني هم لما اكتشفوا أمريكا واكتشفوا فيها حاجات، أوروبا خدت من 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 لاتن أمريكا أو ساوث أمريكا ونورث أمريكا، خدوا حاجات كتيرة قوي. أوروبا بقى خدوا عن طريق الأسبان سنة 1849 الكاكاو ده، وتعامل بيه أول باكو شوكولاتة في العالم. مش هقدر أقول مين اللي عمله لأنها شركة مشهورة، ما ينفعش أتكلم دلوقتي إن هيبقى إعلان، لأنه لو هم كانوا عايزيني أقولها كان لازم يدفعوا فلوس الإعلان للقناة. أنا مش هقول. وإحنا بنعملش إعلانات لحد، ما بنعملش إعلان. أو لو عايزين يجوا وإحنا نتكلم عليهم ما عندناش أي مشكلة. من وقتها بقت الشوكولاتة من أجمل وأشيك وأغلى الهدايا اللي ممكن تقدمها للي أنت بتحبه. على فكرة في شوكولاتات أنت ممكن تروح بره وتلاقي محلات شوكولاتة، حتى مش في باكيت كده، الشوكولاتة بتتباع بالكيلو وبتبقى عاملينها مربع، المربع ويقطعوها لك هي كده، يكسروها لك مربعات وبتقدمها كده، وبتبقى من أغلى الشوكولاتات. مع مرور الوقت بقى بقى في طرق كتيره لتقديم الشوكولاته كهديه. احنا النهارده بمناسبه يوم الشوكولاته العالمي، اللي نهاد مغرقانه شوكولاته النهارده مش ملحقه من حبي فيها كله قاعد بياكل شوكولاته على فكره ورا الكاميرا وفي الكنترول كمان تنكروا. جايبين لكم طرق جديده ومختلفه لتقديم الشوكولاته كهديه لكل المناسبات. خلونا نرحب بالمهندس طارق الاتربي. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. حضرتك مهندس في ايه؟ انا مهندس معماري. مهندس معماري في الشوكولاته. الشوكولاته. مهندس معماري في الشوكولاته. انا يعني جرافيك ديزاينر. انا متخرج من هندسه عماره، بس انا شغال في مجال الجرافيك ديزاين، مجال الدعايه. طب انت عملت بقى الشيفت كارير ده عشان خاطر ده الدارج دلوقتي برضو، لان دايما احنا بنقول الجرافيك والحاجات دي هي اللي شغاله اكتر، هو ده سوق العمل اللي محتاجه. انت دورت على سوق العمل محتاج ايه واتجهت، ولا ده لا شغفك؟ لا الحقيقه لا، هو ده شغفي من الاول. يعني انا قبل ما ادخل الكليه انا كنت بحب الجرافيك ديزاين وبتعلم. شكلك مهندس قوي برضو يعني. هسي مهندس. ايوه حرف تي معاه. ايوه فانا ما اشتغلتش في مجال الهندسه يعتبر خالص. يعني اتخرجت وخدت شهاده. بالظبط. واشتغلت على طول في الجرافيك ديزاين في شركات دعايه. طب وانت الجرافيك ديزاين بقى مع الشوكولاته عملت ايه؟ يعني او ايه الفكره؟ انا عارفه دلوقتي ان بقت الافراح انت بتلاقي يا اما اسم العريس والعروسه، حتى اسم المولود لو اسم المولود لسه هقول لك. الحاجات دي بالظبط. هي ما بقتش بس على الافراح وكده، بقت كل المناسبات تقريبا. يعني زي ما حضرتك قلتي في المقدمه بالظبط. انا وانا بهادي حد عايز اقول له حاجه، انا ممكن اكتبها له على الشوكليت. ممكن اعمل له ديزاين الحاجه اللي هو بيحبها، مثلا حد خد بطوله في رياضه. يعني اي مناسبه بقى ممكن نهادي بالشوكليت بالديزاين كاستمايزد للرايح لها. طيب معلش عايز اسالك سؤال. يعني انا دلوقتي مثلا جت نهاد ربنا رزقها بيبي، يلا نعمل بيبي شاور هنا بقى.
تاخد منك وبعد ما كده مثلا جابت بنوته وسمتها باسم معين، جت لك قلت لك انا عايزه ادخل لها بصينيه شوكولاته اوكي وعليها اسم البيبي الجديد، تاخد منك وقت قد ايه؟ عبال ما تعمل الديزاين وعبال ما نعمل الورق اللي هيتغلف بيه الشوكولاته بالظبط. لا يعني بناخد حوالي ممكن 3 ايام مثلا او حاجه. 3 ايام بس؟ وانت متفق مع حد ولا انت اللي بيطلب منك وبعد كده انت اللي تسيبه بقى دي بقى لحد يعمله يعني العمليه كلها؟ لا احنا بنعملها كلها. انت بتعمل من الموضوع عندك من بقى حد بتوع شوكولاته اصحابك وكده؟ يعني بتتفق مثلا مع مصنع شوكليت؟ البزنس كامل يعني احنا. انتوا بتصنعوا شوكليت؟ احنا بنعملها يعني طبعا. بتعملوها ازاي؟ بيبقى الشوكولاته الخام وبنعملها بالشكل المطلوب وبالحجم المطلوب بالحشوات المطلوب. ايه ده كمان بالحشوات؟ طبعا. لا الموضوع ده لطيف. انت جايب معاك احنا شايفين حاجه كده اللي هو الاكياس اللي معاك دي. اوكي خليني ابدا. قال لك دي هديه. انا قلبي حاسس والله انه مخبيه. هديه لينا؟ انا بقالي كتير قوي محدش دخل عليا بهديه. اصبري بس عرزك شوفي جايب لك ايه. لا اديني اديني. لا يا نهاد اوعى تاكليها. ايه الحلاوه دي بليز يا تلفزيون؟ وانا كمان ايه يا ده؟ جماعه انا مش مصدقه اهو مش وريني. معقوله دي وريني. عبيده هي مش معنا النهارده بس يعني عبيده الله بصي يعني تحفه الثلاثي المرح. لا امسكي. انا رشا ونهاد وعبيده الثلاثه اللي مش جميله دي هديه جميله بجد فعلا. انت يعني اسعدتنا جدا النهارده اهو بخصوص الهديه دي اهو اهو. يا انا مبسوطه انا مبسوطه قوي دي هديه جميله باشمهندس يعني طارق. انت نسيت دياب بس مش مهم يعني. طب انا هاخد دي لعبيده واديها لها بكره يعني عبيده هتبقى معانا بكره ان شاء الله. بس حلوه قوي 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 مبسوطه بيها قوي. وفكره ده في كمان هديه ثانيه. دي بقى حاجه يعني توزيعات كده للقناه بالظبط. صدى البلد. لا بتهيالي دي صدى البلد دي بقى احنا نطلعها في المكتب فوق عشان تبقى لصدى البلد بقى دي بتاعت صدى البلد. حلوه قوي وفكره فعلا يعني. لا الفكره حلوه. انا مش هاكل الشوكولاته يعني عارفه. انا غير مش هاكل الشوكولاته بتسعدك اصلا في حد ذاتها لما تيجي هديه زي كده. لا انت بسطتني جدا يا باشمهندس طارق والله. انا مبسوط يعني جدا انها عجبتكم. حلوه قوي. طيب خليني اقول لك على حاجه. يعني انت في رمضان مش موسم بتاعك صح؟ لا رمضان لا. لان رمضان موسم الكنافه النيوتيلا مش عارفه ايه الحاجات دي يعني ما مش موسم. امتى بقى الموسم بتاعك؟ تالي في الصيف مع الافراح بيبقى اكتر ده. بالظبط بالنسبه للافراح بيبقى ده الوقت اكتر. عملنا العيد اللي فات ديزاينز حلوه في ناس طلبتها يعني. موسم الحج عملنا برضو الناس وهي راجعه من الحج بتهادي الناس او هي نفسها يعني بتاخد والناس اللي بتجي لها بتقدم منها. فعملنا ديزاينز خاصه بالحج برضو كانت بالحج. الناس اللي راحت بركي لحد حج حلوه قوي الافكار دي. يعني احلى الافكار بالنسبه لي انا ان صورتي تبقى على الشوكليت. انا بقيت براند يا جماعه. انا بقيت انا صورتي اتحطت على الشوكولاه. انا ما اتعملتلكيش قبل كده حياتي. الناس عندهم مصانع شوكليت ما اتعملتلكيش قبل كده. احمدي ربنا انها اتعملتلك. طارق انت بقيت في حته ثانيه عندي. انت مش فاهم حاجه. طب باشمهندس طارق عايزه اسالك سؤال. يعني انا دلوقتي مثلا عايزه اروح ازور حد مريض حلو. فانا انا عامه بحب اخد شوكولاته معايا لان المريض ده بيبقى عنده زوار كتير وكلام من ده. وما بفضلش الورد قوي لانه الورد في المستشفيات او في اي حاجه يقوموا مطلعون لك بره الاوضه ويقول لك ياخد الاكسجين من الاوضه والمريض. فالشوكولاته بتبقى افيد للمريض ولزواره وكلام من ده. ففي العادي بروح اشتري شوكولاته من محلات الشوكولاته. طيب انتوا بقى يعني انا طبعا افضل ان انا مثلا اروح ايه جات ويلسون الف سلامه بتاع ما بلاقيهاش يعني. فدي ما بقتش سهله. هل ده ممكن يبقى متواجد في السوق موجود بدون بقى اسامي وصور وكلام من ده يعني؟ لان دي مهمه قوي. يا اما انت بتاخد بقى علبه شوكولاته عاديه وبتاخدها بقى هناك. انت هتتجنني. انا هتجنن وهجنن الساده المشاهدين معايا. احنا يعني حاليا بيحصل ده فعلا بس بشكل فردي يعني. حد عايز يعمل كده فبيقول لنا فبنوديه. حد عايز يعمل كده. انا النهارده عرفت ان حد تعبان ورايحه له النهارده المستشفى فعايز انزل اشتريها واروح له.
مش لسه بقى هديك بقى هو ثلاث ايام يكون خرج من المستشفى ولا حاجه. لا صح حضرتك طبعا الفكره يعني فكرنا فيها ان تبقى موجوده حاجات اوريدي موجوده في مثلا ممكن سوبر ماركت الحاجات اللي بتبقى في المستشفيات بس لسه من يعني لسه ما خدناش الخطوه. والله انت عايز رايي بلاش سوبر ماركت. عايز رايي يبقى ايه؟ اونلاين. الاونلاين بقى دلوقتي اسهل بكتير، يعني انا ممكن اقوم طالبه الاونلاين وتجيلي. طب يعني عاوزين بقى نسال باشمهندس طارق عن حاجه مهمه جدا، فكره الاسعار بقى. يمكن عشان انا مثلا اجي اعمل حاجه حضرتك تصممها لي وتغلفها لي وكده اكيد بيبقى الكوست عالي. السعر مثلا بيتراوح من كام لكام؟ يعني هو الاسعار بتاعتنا بصراحه مش يعني أعلى غالية؟ كتير من السوق. لا مش غالية خالص. يعني في مثلا براند شوكليت بيكون فيه موجود اللي رشا بتقول عليه ده، ولكن أسعاره خيالية. لا خالص، ألوفات الجنيهات. لا احنا راعينا الحتة دي جدا. احنا طبعا بنحاول نستخدم كواليتي عالية من سواء الشوكولاتة الخام أو المكسرات اللي بتتحشي بيها، إنما كأسعار محافظين عليها إنها ما تبقاش غالية خالص. يعني تقريبا نفس مستوى الاسعار اللي في السوق وممكن اقل طبعا من البراندز الكبيره. فما طب انت مثلا بتعمل بالقطع مثلا زي البارز دي مثلا دي ممكن تبقى سعرها كام؟ برضه تقريبا زي في السوق، يعني ممكن مثلا تبقى بحوالي 70 او 80. 70 وممكن وتعملها كده لو حد طلب منك عاوز يحط صوره خطيبته حبيبته. بالزبط. ها صوره خطيبته حبيبته حتى لو بصوره. بالصورة حسب الانواع بقى طبعا حسب. وبعدين انا حاسه ان هي كمان محشيه. انا هاكلها واحتفظ بالورقه عشان بس ابقى صريحه معاك. لا انا هتتحنط. هتتحنط. باشمهندس طارق احنا سعداء جدا، بس معلش هسال سؤال صغير. تحشوا اي حاجه؟ بندق، بلح، في دلوقتي شوكولاته بالبلح وشوكولاته بالبندق وشوكولاته عندنا بالبرتقال والحاجات دي بتحشوا؟ لا عندنا الانواع اللي احنا بنعملها. نوع الشوكليت طبعا الاول اللي هو ابيض او اللبن او دارك، والحاجات الحشوات عندنا البندق، عندنا الكروكان، عندنا صوصات، صوص قهوه، صوص فادج. ولو في حد بيحب مثلا حاجه عن حاجه، مثلا حط لي معايا زبيب او حاجه ممكن بقى. كنافه؟ لا ما اشتغلناش كنافه وبلوه، دي كان اختراع. ده اختراع. باشمهندس طارق الاتربي احنا بنشكرك شكرا جزيلا واسعدتنا. صحيح يعني لسه ما دقناهاش. أيوة. بس مجرد الهديه اللطيفه دي والهديه لصدى البلد كمان بشوكولاته، على فكره دي مش واحده بس، ده هو جايب كتير، هتبقى في صدى البلد يعني. بعدكم بس بعد الفاصل. وانا بشكر مهندس طارق الاتربي شكر خاص جدا، لان انا سعيده جدا، انا طول عمري بحلم ان صورتي تبقى على حاجه انا بحبها، فمفيش اكتر من كده حاجه بحبها. فثانك يو سو ماتش بجد على الهديه الحلوه دي. هنروح لفاصل صغير ومن بعد الفاصل هاكل الشوكليت ونرجع لكم فقره ثانيه.